السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم بتجارب جديدة في زراعة نبات الزعفران. وإحنا نعرفوا باللي أنه نبات الزعفران هذا يعتبر واحد من أغلى نباتات في العالم، واللي كذلك نعرفوا باللي إيران هي الدولة الأولى المصدرة المنتجة والمصدرة لمادة الزعفران، حيث تنتج ما لا يقل عن 70% من الاحتياج العالمي لهذه المادة الأساسية في الطبخ وكذلك في الطب النباتي والطب تاع الأعشاب، تستعمل في كثير من الأدوية. بدون إطالة نروح نتعرفوا ونكتشفوا زراعة الزعفران في الجزائر. إذا نخليكم تتابعون، والسلام عليكم. الذهب الأحمر، الزهرة السعادة أو الزعفران، هي ترجمة لكلمة فارسية تسمى زربان وتعني أوراق الذهب أو إطلالة الذهب. الزعفران هو من أشهر وأقدم وأغلى أنواع التوابل حول العالم، يباع بالجرام والمثقال كالذهب، إذ يتطلب الحصول عليه جهدا وصبرا طويلا طوال السنة. وتعتبر إيران الأولى عالميا في إنتاج الزعفران، إذ تنتج نحو 90% من الزعفران العالمي بمعدل 336 طنا في السنة. أما في الجزائر فقد تم مؤخرا زراعته في عدة مناطق في الشمال والجنوب، وخاصة المناطق المرتفعة والهضاب، وتعتبر تجربة جديدة استحسنها الكثير من الفلاحين. نقولوا تو رانا في عملية أكثر البذور، لأن هي الزعفران هذا هو زراعة مكلفة، لأن فيه مشكل البذور. البذور هذه غلاء فحش، يعني بالكيلو يلحق من 1.5 مليون حتى زملين الكيلو. ما يقدرش الفلاح البسيط، ما يقدرش، يعني كلا مستثمرات كبيرة هذيك، وما تخدمش الزراعة هذه يعني مستثمرات كبيرة، لأن تبقى حكر عن أشخاص معينين. بدينا نجربوها، ما شاء الله نجحت التجربة، راهي نجحت السنة الثانية عن التوالي، راهي ناجحة. عندي صافي هذا هو العام الخامس وانا نخدم فيه، الحمد لله. بديت بامتي باسرال، قطعه صغيره، وطورت المنتوج، والحمد لله اليوم راه عندي تقريبا قطار، الحمد لله الزراعه ناجحه. بدات مزرعه عبد الرحمن بمنطقه هاشم بمعسكر قطف ثمار 3 سنوات من الكد والعمل لإنتاج أعواد الزعفران ومقطرته. هذو هما المياسين تاع الزعفران والذي يدعى بالزعفران الشعر، هذا مجفف. في تجربة تعد بين عديد التجارب الفلاحية التي شرع فيها فلاح الولاية منذ سنوات للتوجه نحو هذه المادة الحيوية التي تتفوق على سعر الذهب. هي فكرة قديمة، يعني مدة حوالي 5 سنين أو 6 سنين، ولا عدم وجود البصيلات الزعفران اللي اقتنيناها تما من ولايات أخرى ومن بلدان أخرى أوروبية، تما تعطرنا في المشروع هذا. لكن في هذه الثلاث سنوات الأخيرة الحمد لله بدينا بكمية قليلة، ورانا في توسع، والمرحلة هذه رانا في هذه المرحلة اليوم رانا في يعني في اكتفاء هذه المساحة بقى. وحنا ان شاء الله ندير المشروع بنوسع المشروع تاعنا، وحنا هذا هو طبيعي 100%، بدون مبيدات، بدون مواد كيميائية، بدون أسمدة، يعني طبيعية بيو، وهي ان شاء الله فيها زعما فيها خير كبير، فيها خير كبير. يعني احنا ان شاء الله نطلبوا من الجامعات، من المعاهد، يتقدموا ويزيدوا يطوروا لنا هذا المنتوج. ولما لا ما تكونش معسكر، هي
رائده في هذا المجال، وخاصه من الفلاح المعسكري معروف بالخدمه تاع الارض وجوده الارض في ولايه معسكر. وراه عندنا فلاحين فاني بداوا في المشروع كما سي عبد القادر بوسله، وعندنا واحد فاني في غريس فاني دا عينات باه يجرب، وحنا ان شاء الله راهي في توسع. تعتبر المناطق المرتفعة الممتدة من الشرق إلى غرب الجزائر على غرار ولاية سطيف، خنشلة، معسكر ومناطق أخرى من أهم المناطق إنتاجا للزعفران، والتي نجحت بها تجربة زراعته، والتي تتميز بارتفاعها على سطح البحر، وهو المكان المفضل لزراعة الزعفران. خيروا البلاصة هذه على أساس ديباسي الارتفاع نتاعها ديباسي 1400، يعني منطقة باردة، والنبتة نبتة الزعفران جبلية الطبع، يعني تصلح في المناطق الباردة والجبلية. بالإضافة إلى نوعية التربة الجيدة في هذه المناطق، كما أنه سجل نجاحا كبيرا في أماكن أخرى ساخنة مثل وادي سوف وغردايا، وهذا راجع إلى ميزة بذور الزعفران التي تقاوم انخفاض وارتفاع درجة الحرارة. لكن كي نشوف التجربة أن نجح في السعودية في الإمارات، يعني المناخ يتشابه بدرجة كبيرة، في العراق يعني المناخ متشابه. جربنا التجربة هذه يعني هنا في وادي سوف، ما شاء الله عطت مرضية لباس بها الشجرة، يعني نسق الحياة تاعها لباس به، يعني عملية ناجحة. يعني رانا جربناه العام الاول، كان يعني كتجربه، يعني نعرفوا المراحل تاع نعرفوا كيفاه نزرعوه كيفاش حتى ينتج كيفاه كل شيء. رانا نحاولوا باه ننتجوا البصيلات، باه يكون التكثير تاع البصيلات، ومستقبلا ان شاء الله هذيك عاد ننتقلوا للتكثير تاع للانتاج تاع الفسيلات تاع الزعفران. تبقى جذور عشبة الزعفران بين 4 و5 سنوات في الأرض. هذه حبة بصيلة واحدة تتكاثر، كي تتكاثر تخرج لنا شحال من بصيلة، وتتحمل البرودة التي قد تصل إلى 18 درجة تحت الصفر، كما يقول المزارع محمد ابن مدينة خنشلة. راهي تشوف هنا المنطقة راهي مشهورة بالزعفران وصالحة للنبتة هذه نتاع الزعفران، تصلح لان النبته هذه بعد يواليها البرد، هذه تنجح في البرد، في البرد تشتي تحب الاماكن العاليه، منطقه عاليه راهي تصلح فيها جدا جدا. الزعفران باش يعطيك مردود وفير وتكون نوعيه جيده لازم بروده في المنطقه، تكون منطقه جبليه بامتياز تمتاز بالبروده شتاء، ومع انه الزعفران يتحمل حتى برود 10 درجه تحت الصفر يتحملها، مما يزيد في النوعيه نتاعو وتكون نوعيه ممتازه. شعيرات الزعفران او الاستيغمات. وتتفتح الازهار كل سنه بين 15 الى 25 يوم في الخريف، اذ لا بد من قطف الزهره خلال 3 أو 4 أيام من تفتحها، وذلك قبل طلوع الشمس بسبب حساسيتها للحرارة. وللحصول على جرام واحد من الزعفران المجفف يتطلب قطف 150 زهرة تقريبا. كما تشوف هذا المكان هذا راهو يهز حوالي 4 قناطير تاع الزريعة تاع الزعفران، منتوجها منتوج تعطي منتوج تقريب 1 كيلوغرام من الزعفران الحر. للزعفران الكثير من الفوائد والعناصر الغذائية المهمة للجسم، منها الكالسيوم، الحديد، الفوسفور وغيرها. والوردة إن شاء الله فيها مشروع إن شاء الله صنع عطور الزعفران. مع نخرجوا منها زعفران اللي هو استعمال تاعه في الأكل والطب بصفة عامة، مع اللي رانا رايحين للطب البديل، يعني فيه منافع كبيرة جدا جدا جدا. حتى اليوم انا ما زال راهم يزيدوا يكتشفوا في الجديد فيه، وخاصه الامراض المسرطنه، يعني يحاربها بشده وتحسين الرؤيه، كما انه يحارب الاكتئاب، مفيد لمرضى السكر وصحه القلب، ويحمي من السرطان ويهدئ الاعصاب، ومفيد للمخ والعين.
يعبر الكثير من مزارعي الزعفران في الجزائر عن قلقهم من مستقبلهم الزراعي بسبب المشاكل التي يعانونها، إذ تهدد العوامل الطبيعية كالتغير المناخي للأرض والصقيع والجفاف المتوالي مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق المستقبل الزراعي لهذه العشبة الثمينة رغم تحملها للجفاف، حيث لا تحتاج للسقي سوى 5 إلى 7 مرات في السنة. يعني وعلى خيرت المشروع هذا، المنطقة هذه في 2010 2011 2012 مياه سطحية، يعني لاحظنا ومرينا على فترة يعني جفاف يعني جد صعبة، والنبتة هذه نبتة الزعفران ما تحتاجش الكمية تاع الماء بزاف، وخصوصا الغرس نتاعها يجي في اواخر اوت الى تسمى بداية سبتمبر الغرس نتاعها، والمنطقة هذه والمناخ هذا تاعنا يعرف اواخر اوت يعني امطار موسمية اسمها ما كان لها نسقي وخلاص، وهي النبتة هذه ما تحتاج الماء بزاف، تحتاج إلى 6000 إلى 7000 ملليلتر في السنة. كما أن مشكلة أخرى تهدد مستقبل هذه النبتة تكمن في بصيلات الزعفران ذات الجودة الرديئة، وهذا ما يهدد الإنتاج المستقبلي لهذه النبتة. يعني صعوبات حنا لو بوت تاعنا سي دوني دابور كما نقولوا عادة، يعني لو فغي فون دو كوميرس دابور سي لا بون ريبيوتاسيون، كونت اون اون بون ريبيوتاسيون اون بو فوندر، الناس هي اللي تحوس عليك ماشي انت تحوس عليهم. دونك كما يقولوا الزعفران يعيطوا له اون اوتر ابيلاسيون سي لو روج، الذهب الاحمر، باسكو لي ترو شير. دونك وين كاين دراهم يوغا باغ لا سويت دي مال فاسون، ولا ناس ثاني ما تعرفش منين تشري الزريعه ديالها، دونك حتشري ان برودوي اللي يكون دو موفيز كاليتي، ان برودوي دو موفيز كاليتي اوتوماتيكمون يعطيك ان سافرون دو موفيز كاليتي. دابخي لي زاناليز اللي قاعدين نديرو فيهم شاك اني، المنتوج تاع لو سافرون دالجيري راهو كلاسي في لا كاتيغوري 1 عالميا، سولون لا نورم ايزو. دونك إلا اون غروند فالور ان تيرم دو كاليتي. حاجة كيما لاناليز اي لو سيرتيفيكا هذا لور بيرمي دو ميتر اون فالور لا كاليتي تاع لو سافران تاعنا. يفتقد قطاع انتاج الزعفران في الجزائر للاليات الحديثة للتغليف والتعليب، اذ يحاول بعض الفلاحين تصدير منتوجهم من الزعفران خاما الى بعض الدول التي تتولى تغليفه بشكل جذاب وتصدره الى مختلف الدول وباسعار باهظة. احنا الانشغال تاعنا من هذا المنبر نوجه رساله للسيد معالي وزير الفلاحه، يعطينا اهتمام لهذه الشعبه لهذه الزراعه هذه، وفيما يخص خاصه التسويق اللي رانا نعانيو فيه، نعانيو في معاناه كبيره جدا في التسويق. كل الامكانيات وكل الظروف متوفره، يخصنا المشكل الوحيد هو التسويق برك لهذه النبته. ويواجه قطاع الزعفران في الجزائر مشاكل اخرى بسبب ارتفاع سعره وعدم قدرة استهلاكه محليا، مما أدخل مستقبل هذا القطاع الثري في حالة من الغموض. نهار كي بديت في زراعة الزعفران هذا بديت بكمية صغيرة حوالي 10 كيلو، ومن بعد 10 كيلو هذه كي تزرعها في العام المقبل تعطي لك 40 كيلو ولا حتى 50 كيلو على حسب التربة على حسب المنطقة. وبدينا درك حوالي راني في حوالي في 3 قناطر زراعة، ورحنا نبيعوا للفلاحين، وعندنا نبيعوا في الزعفران في البرودوي، ولكن البرودوي هذا ما يمشيش عندنا ناقص، يمشي في الخارج. يناشد كثير من المزارعين الدولة لشراء مضمون لمحصول الزعفران بسبب قلة أرباحهم في عمليات البيع، إذ يبلغ سعر الزعفران بين 400 إلى 800 دولار تقريبا للكيلوغرام الواحد في السوق المحلية الجزائرية حسب النوعية والجودة. أمنية مزارعي الزعفران أن يتبوأ منتوجهم الثمين مكانته الحقيقية ضمن علامة تجارية جزائرية تصل إلى العالمية بدل استحواذها من دول أخرى، وأن يشاهدوا فعلا إطلالة مشرقة لذهبهم الأحمر في كافة أنحاء العالم.